دونك اخوان السلام عليكم، مرحبا بكم معنا بطولة المغرب البلياردو الصيني الهيبول، دونك موسم 2023-2024. وهذا لي ماتش هذا ديال بروميي تور بيان سور اللي غادي يجمع انس مطيح كونتر رشيد جبارو، دي فيغ ديكون ان شاء الله نلعب بروميي اريفي ا 9. دونك ليفينمون ولا البطولة كتقام نادي اف كا في مدينة الدار البيضاء. دونك ترتيغا جالابوند لاكاس الاولى انس مطيع، دونك هنا اون كاس فاليد من عند انس مطيع. دونك هاد البطولة اللي كتقام لأول مرة في المغرب، بطولة ديال المغرب البلياردو الصيني أولا تشاينيز الهيبول. دونك أنس هنا غادي كونفيرمي الغي بأوفون الفوق أغوش، دونك لي بيغي كونفيرمي عند أنس مطيع. دونك بيان سور غادي ياخد ال انس مطيع هنا كيكونفيرمي الغي، غادي يحاول يلعب اوفون لتحت اغوش، بيان جوا أناس غادي مزيان 5 ثانية ديالو. دونك هنا يخرج جنيز لوفون لتحت راسها ولا، دونك يبقى عندو بروبليم أناس في لابيغي اللي قريبة لافون لتحت. هنا خرج قريب لامور شوز اللي غادي ما تعاونوش بزاف باش يطيح اوفون فوق على النصب، في نفس الوقت خصو يحاول يتقوب بلاصة اللاعبي غي بيان سور لا ديغنييغ بي ديالو في لاطابل اللي كاينة قريبة ليدو دابا انس مطيع. وانا انس خرج ليز ليا دازا بارسيال جو كخوا أولا مريزاش، تيحاول يعاون أمتي ماسي هنا أنس، أو كي غاطي أنس، دونك أنس كي غاطي، دونك قاتل أون سويلو بيغي في لاطابل، أو رشيد جبارو كيدخل لاطابل. خمسة ليبي بلان، كي غاطي رشيد كيعاود يرجع ناس مطيع لاطاب كيخلي لي اون بي لي صراحة مساهلاش بزاف، افيك ان غوبلاص لانوار تاهي مساهلاش، لانوار صراحة معرفتش واش طايحة في الميليو ولا مطيحاش. بيان جوا أنس،
كنت من فوق انا طيح لا ديرنيير بي غي ديال لا طابل و كيبقى دايز ليميت ليميت لا نوار لا نوار لي جو كوا طيح من ديال لا كابر فيها واش دايز من ديال لا صعيبة 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 هاد لا نوار من عند انس او انس كيدير فوت هنا الناس كيدير فوت و بيوما عند رشيد جبارة رشيد هنا بيوما كيحضر الفن باش يلعب البلان لاجون ميديو بيان جوغ كيطيح او فون خاي اسامة الزباير وي خويا دي طبلة دي بي انا رشيد كي غاطي وفي نفس الوقت مكيخليش انواع فاسيل انا سموطي انا سنحاول ان نلعب انواخ باندا او فون تحت كي عطا انس نشوفو رشيد جبار كيحاول انه يسنوكي كي سنوكي انس مطيع ولا ديزا شكو ديزا ديزا بارسيال كيلعب باباندا انس انس تنتاتيف زوينة يلعب باباندا او فون فوق اكوش فوقنا الدراري بجوج يلا كيحاولو يتأدبطو مع لاطاب ومع لي غيكلومون والبوشون هنا كيطيح البوشون هنا كيطيح اون فوت وكيف كنعرفو بيوم عند انس مطيع وفرصة كبيرة باش ياخد لو بروميي بوان انس دونك ان زيرو و انس مطيع اول فريم في هاد البطولة هادي كيربح انس مطيع الحكم ديال هاد المقابلة سعادة الرئيس سي محمد المعمارة رئيس الجمعية وبيان سور فيكو هو اللي شاد لي ريغلومون مزيان اوكي لا بريز زعما لينيسياتيف وانه يحكم اولى مقابلات بطولة المغرب دونك اون كاس دوزيام فريم اون كاس ليغال من عند رشيد جوارة دونك لتذكير السادة المشاهدين ان لا كاس في بلياردو الصيني او التشاينيز خص الرابع ديال الليبي يفوتو زعما لا لين ديال لا كاس او لا ثلاثة يفوتو وحدة طيح اولا جوج يفوتوا لالين وجوج يطيحوا اولا ثلاثه يطيحوا وحده تفوت لالين اولا اربعه يطيحوا باش تسمى اون كاس ليكال
سيريس قلنا ليفول كيبانو وازنين ويا خويا كنشوف الدراري كيفاش كيديروا ان كرون تيفور باش يكاسيو كونسا باش تكون يكون ليغال بريك يكون ما يكونش ليغال بريك يكون بريك بيان سور لا كاس فاليد سيمو نشوفو مكاين السيستم ديال الوينر بريك لا خويا مكاينش اخويا السيستم ديال الوينر بريك جاوبو أناس في لاطاب نفس لو شوا ديال الفريم الاولى كيبقاو ليه الري ابخي ما كونفيرما رشيد البلان أناس كي غاطي أناس كي غاطي très bien joué هنا رشيد كضرب اون باوند ميديو ياسر قديري قالنا جو بونس كو الدفاع دي سالي بسعود ثلاثة ديال انس مرحبا بالبرونوستيك ديال خويا ياسر قديري خويا عصام سواسو نجاوبك اخويا ما كاينش زعما بديل انه يدار درايف من اونغل واحد اخر ولا كاميرا تحت اونغل واحد اخر انا لما نجاوب قلت لصلاح اخويا لحقاش كانت هنايا لحقاش انا اصلا ملي دخلت درت له هوماك على ان زعما الكاميرا كاينه في الجنب ديال لاطاب ما كايناش في لونغل اللي مولفين حنا ديما مي بون غادي يحاول السي صلاح بعد ما خدا فترة راحة عطينا خرج لنا حل ديال ديال لونغل عطينا على الوقت باش يفكر واحد 3 شهور ولا 4 شهور غابر علينا وقت كافي للتفكير لا انا سالي على باندا ميليو باقي انا بيان جوي كيخرج لابي اون فون في ميم ترو او لا وي كيخرج لابي اون فون في ميم ترو او ميم طون كيطل على لا بلاص اللي غادي يخلي لابي غير حتى لا نوار هاد الطقيه الاولى انا سمطيع ممكن ضربه في العظم ديال الميليو ضربة في العظم ديال الميديو ميم طون ما خلاش اون بي فاصل هنا لرشيد جبارة رشيد كلاب ان كو ديفنسيف تخي بيان بلاسي تخي بيان جوي من عند رشيد جبارة حتى هو حاول يبعد بوشون على انس مطيع وما يعطيش اون بي غير فاسيل
رشيد كيدير فوت، كيدير فوت رشيد. كيدير فوت نقدر نقولو سهل سهل لابارتي على أنس مطيع. تخي بيان جوا أنس، دونك كيطيح الأوفون تحت اليمين، كضرب في لافونت، و كيتغو بلاصة لافون ديغنييغ بيغيي لي هي الأوفون لتحت. على اليسار نيهاو خويا يوسف الحلو تخي بيان جو انس كيبقى لانوار ديالو ميديو لانوار عند انس زيد جوج لزيرو بارفي. دونك انس كياخد لو دوزيام بوان ديالو في هاد لو ديفي. دوزيام بوان بو انس مطير. دونك 2-0 هنا ديال انس. توازيام كاس انس مطيع توبريك. هنا اون كاس ليغال عند انس مطيع. صراحة تشاينيس فغيمون يكون عندك تبارك الله البرا مخدومة مزيان باش تكاسي. فريمون كواري ديالو تقال سورتو لا كاس باش كل ليكار كيف قلنا خص ربعة ديال ليبي يفوتو لا لين لتحتانية لا لين ديال لا كاس. يوسف الحلو لي سكور ديال لي زوطخ طاب كاينه طبلة وحدة خويا باقا مبلا فيها تا ماتش. 3-8 ان شاء الله كاين ماتش تاني وأناس هنا كيغاطي. دونك ماتش واحد الملعوب دابا الدراري هو الماتش اللي قدامنا رشيد جبارة وأناس مطيع. Thank you.
قلت تذكير الدراري ف لي ماتش ملعوبين بيان سيغ بالتايم زعما الماتش كامل مخصوص يدي باسي ساعة و 45 دقيقة دونك اون فوا كتفوت ساعة و 45 دقيقة الغازيلطا لي افيشي بيان سيغ لي كيكون رابح فيك ساعة و 45 دقيقة هو لي كيدوز لو بروشان تور بحال اسما كانت كانت ليغاليتي كيدوزو البيلانسيات دونك ضربات الجزاء خي محمد اللي قال بريك هي منين كتكاسي وما كتكونش لاكاس ليغال دونك منين كتكاسي وما كتكونش لاكاس ليغال tu as le droit اولا اون فوا كتديباسي ربعة ديال لي كاس إيليغال كيتحسب لك فريم ضدك كندوي على الديفي كامل ماشي على اون سول بارتي لحقاش اون فوا مثلا نديرو مثلا هاد لابارتي هادي كاسا أنس مثلا كاسا وكاسا اون كاس إيليغال كينوض رشيد بيان سور غيدخل لطابل وكتحسب إيليغال بريك لأنس مي اون فوا كيجمع لو توتال ديال ربعة ديال لي كاس إيليغال كيتحسب فريم ضد كتحسب فريم راشي جبار شكرا كو فهمتيني خي محمد ولا نعاود نشرح يا ما كاين حتى شي مشكل دونك هنا رشيد جبار عندو لي بي بلان باغ كونطخ أنس مونتي عندو لي بي غيي مرحبا حبيبي مرحبا خويا محمد طلع الراس والعين ولا عندو الإخوان اللي حاضر معنا أي سؤال الدراري مرحبا كنا عارفين راه نجاوبوكم مكناش عارفين نسولو ونجاوبوكم ماشي مشكل أنا الغيكلومون صراحة ما حافظتوش بزاف يلا عرفت فيه كيلكو زانفورماسيون غير اليوم دوكو اي سؤال الناس اللي ما فاهمينش لو ريغلمون افيك ان تري غران بليزير انا استنطاتيف ديال انه يطيح كوريك سون ميليو باندا ما كيتوفقش كرجع لا مال لرشيد جبار رشيد جبار كي انونسي ما لاصقاش تشاينيز ثورة فيه ما لاصقاش الدراري يطيح لابي اورانج بلان ديالو لو فلوفون يخرج للموف ميليو تري بيان جو رشيد وكيبقى لا نوار ديالو فاس او فون تحت على اليمين تري بيان جو رشيد جبار السكور كيولي فات عندنا 2-1 توجور ديال انس مطيح 2-1 فهاد لو ديفي هذا Thank you.
نخرج لواحد الدراري ديما ديال انس مطيع. وصلنا للفريم رقم 4 ولا قص عند رشيد جبار. خويا عبد الرحمن فوقاش الماتش بين بيتشو سفيان عيدان اي امين تلغدا ان شاء الله خويا مع 12 ديال النهار. سفيان عيدان وامين عميري نوس محمد بامارا يقاد لو تريانغل ديال لا كاتريام كاس. نشوفو هاد لا كاس هادي سجي كاس إليغال. دونك إليغال بريك بالنسبة للناس اللي كيسولو على إليغال بريك. دابا هنا مفاتوش ربعة ديال ليبي لالين ديال لاطاب لالين ديال لاكاس. دونك هنا إليغال بريك كيتحسب لرشيد جبار عندو دابا واحد بقاو ليه ثلاثة ويخسر فريم. يونس سعدي غادي بغيتي بخونسي ديال الترنوا كامل ولا مازال الحال؟ هادي اخويا على جبتيها راه تكون فريمون دويزار. المهم راك عارف تقدر تقولها هنا تقدر تصيفطها ليا في بريفي راك عارف الا كنتي مبغيتيش تافيشا. تحياتي خويا يونس السادي. أنس هنا كيشوف لو شوا ديالو خويا السيمو أحسن السيمو في كيسلا. تحياتي خويا السيمو تحية للكلوب شغلو سلم لي بزاف على نوفل. دونك أنس كونفيرما لي بي غي مايا ولا لي بي بلان نعتذر. دونك لي بي بلان عند انس مطيع. دونك انس واحد من الشباب بيان سور لي تبارك الله نيفو زوين لا في البول انجلي لا في سنوكر. اليوم غادي نكتشفو انس مطيع في تشاينيز بلياردو الصيني. أنس حتى لدابا غادي مزيان في المسالية ديالو غادي مزيان في المسالية ديالو في لي بلان. دونك عندو أوفون الفوق على اليسر غتبقى ليه لا ديرنيغ هي لا فيغت تبقى ليه ميليو كتبقى ليه ميليو. تخي بيان جوي أنس. هنا لا نواغ ديزا جكخوا أوفون تحت أكوش درو لي قريب لينا على اليسر. Thank you.
هنا أنس فرصة شوية للضربة إيه فا كتكون عندك أون بي ميليو سورتو في سنوكر أولا في تشاينيز أون بي ميليو مرازية وتفرص عليها خمسة باش تخرج كيولي لومبوش شوية صعيب. الغاطي من عند أنس مونطيع ورشيد جبارة كياخد لاما. رشيد جبارة في ليبيا غير بيان سور غادي يطيح الكاتوغز جوي دونك كي فورسي على اوفون كي اسوري هاد لو كو هادا. دونك هنا عندو لو شوا ما بين الميليو و لوفون تحت غادي يختار الميليو و في نفس الوقت كي ديكاجي كتبقى لي اوفون فوق على صار ديزا مي هنا واش غادي يلعب تسطيرة اوفون لتحت على اليمن هي اللي كيلعب نيس. تخي بيان جوي هنا كي غاطي جبارة كي غاطي و في نفس الوقت كي لعب انكو ديفونسيف. دونك انا سمعتها ما عندوش اون بي بلان فاسيل من غير لما يدخل على هذيك لابي اللي كاين على دوات يدخل على جهة لابي غاية ديال رشيد شي لا يدير وقع على انس مطيع تخي بيان جو يدخل على كوريكسيون انا سمطاي مالوغوزمون كيتسنوكا شي كفوا على لا ديرنيغ بي ديالو كيتسنوكا وغادي يلعبو بلاندا طويلة تخي بيان جو كيقيسها سون فوت مي اوغوزمون بوغ اناس ما خلاش لابي غي اللي حدا البوشون عند رشيد جبارة فاسيل اون بوش رشيد بوشون مشى بوشون كيطيح وانا سمطاع طاي السبت من الغلطة ديال الدار الغلط اللي دار رشيد جبارة. دونك انا سمطاع يطيح اوفون ويبقى لا نوار ميليو اولا يحاول ياسوري زعما يخرج لها اوفون كيبقى لها ميليو. تخي بيان جوي أنس مطيع ولا نوار دي 3-1 تخي بيان جوي أنس لو ثخوازيام بوان بو أنس 3-1 في البخومييي تور ديال بطولة المغرب لي بياردو الصيني هاي بول Thank you.
لاكاس. سانكيام فريم انس مطيع اللي كيدير اون كاس ليغال اي هو ما كيطيحش في لاكاس. لو شوا دي كولور غادي يبقى عند رشيد جباره. ما كي كونفيرميش لو شو دي كولور كي كونفيرميش لو شو هنايا رشيد جباره و كيخلو لو شو ل مرحبا اخي ايمن. جيسبر دابا الدراري يكون الصوت مزيان عافاكم انتيغوتو مع الناس اللي حاضرين معنا ايوا الصوت مسموع مزيان ولا لا حاولنا نبعدو شويه الميكرو. نعرف الريغلومون مع بعضياتنا كاملين نديرو المهم كاين شي حوايج الريغلومون اللي هما باينين بحال لاكاس اللي شرحناها من الاول. ابخي غادي نشوفو الكاباك كاباكا شوف كل حالة بوحدة بيان سيغ راه الاغلبية ديال الحالات غادي يطرا دونك هادي كيف ما قلنا فرصة لينا كاملين كومسا اون بريباراسيون للشامبيون دافريك لازم ان شاء الله في تشاينيز في مراكش وقنا جبارة كيفكر انه يسالي لا طالب ما رجعش لا ما رجعش لا انس مطيع كيطلع على لا بي بلان لا روج اللي حدا لا روج دي زامي لو لتحت اللي قرب لينا انت
طلعت حتى واحد ما جاوبني على الصوت واش مزيان ولا لا ولا لكن دوي بوحدي الا كان الصوت مزيان الدراري امتي طوكي مع الناس اللي حاضرين معنا هشام هو رقنا صوت وعداك سفيان تحياتي كريم بن زكور الله يحفظك يا حبيبي قلنا لغيك الأموم ديال تشاينيز بحلو بحل ديال الأمريكاين بخيس كوم لغيك الأموم ديال ألتيميت مرسي بوكو خويا كيمو كريم بن زكور نحاولوا نطرحوا ديك كيسيون او ميم طون مثلا الدراري على سموطاع في هذا لوكا ديال اللعبه ديال الكو مثلا كان لاعب لافي ديالو ميليو وضربات في العظم ومشى طاحت اوفون واش كتكون اون فوت المهم باش نديروا الاختيارات كتكون اون فوت او لا لوس اوف تورن بيان سور كدوز لا مال اللاعب الاخر او لا كيكمل اناس في لاطاب شو شكرا يجاوبنا الجواب صحيح نستافدو جميع الله يحفظك لي اخويا كريم بن زكور تحيه كبيره ليك اخليتي بلاصتك اخويا سي تري بيان كو تي ان بون جوور في الامريكان ما شاء الله ديال ديغاجمون ديال لابي بلان اللي كاينة الفوق بعيد علينا ويحاول يلعبها تسطيرة دونك يلعب لي حداها وكيخرج للتسطيرة رشيد جبار رشيد جبار راه ديغنيغ بي ديغنيغ بي اوف من الفوق على اليسار وكيغاطيها رشيد كريم بن زكور قالنا سي جو مسويان بيان خويا تي بو افوار لو دووا لا شونس و فير طومبي اون بي دون اون اوتر بوش نو فولو لا عقلت مزيان ابارمون ما متفقش معاك اخويا كريم خويا الزهراويه كتكون لوس اوف تور مثلا لاعب كره او فون كطيح ميليو كتكون لوس اوف تور كيكمل لو جوور في لاطاب هنا جاي لنا فورماسيون عند سي محمد بوعمارة قلنا الا ضربتي زراوية كتكمل مثلا لاعب ميليو طيحتي طاحت لك هذيك لابي لاعب ميليو طيحتها او فون كتكمل في لاطاب ديالك تخي بيان جوا انس اللي كياخذ لك الخيار تمون عندك صح اخويا كريم دونك الكومونتير ديالك صحيح 100%
دونك الوقت اللي داز الدراري 45 مينوت بقى 1h59 مينوت بيل بوال دونك 4-1 ديال انس مطيع وصلنا ل 6 فريم لا كاس تكون عند رشيد جبارة نشوف رشيد جبارة واش غادي يكاسي اون كاس ليغال وحده طاحت شكرا ليغال برك تقيس الخط شوشوش جوست ماركا جوست ماركا لفات ورجعات وحده راه الصراخ دخلش دخل ليغال برك من كاز فاليد هنا عند رشيد جبارة و كي كونفيرمي هنا لي بيغي هنا رشيد كيدير فوت وكيطيح بوشون انس مطيع البيوما بيوما بيان سور في الغي كنتو في بلان معتذر الدراري انا اسمو طاي عندو البلان طيب يجوا انس كيطيح اوفون تحت اليمن وكيخرج لابي ديالو في لو ميم ترو اوفون تحت دونك نرى البوشون بعيد عليه شي شويه وقال انه يستعمل اكستنسيون دونك اضطر انه يبدل بيان سور لو شوا ولا بلا يلعب لا بلو تري بيان جو تري بيان جو انس كي ريكوفري مي عاوتاني خرج ليكو صعيب عاوتاني خرج ليكو شويه صعيب un courant chevalier avec une remplace la dernière bille les hiels qui n'ont le tête l'orange دراك كنبغي نقول لكم زعما لي بي بالارقام بغيت نقول لكم بلي شيفر ديال كل بي مي راه ما كيبانوش لي لي شيفر خصني نحفظهم لا كولور مع مع لو نيميرو كومسا نقول لكم مثلا لا 3 ولا لا 4 ولا لا 5 ثم خصكم تحضوهم معايا هاد لوغونج وقع لا 3 بغيتي نشوف دونك لوغونج لا 3 هشام الهواري شنو هي الليغال بريك زعما ربح الليغال وكوا اكزاكتومون الليغال بريك اخويا اخويا هو ملي كتكون عندك لاكاس وما كتكاسيش اون كاس فاليد اشنا هي اون كاس فاليد هي اون كاس لي كات خصك تكاسي كواري الكواري اربعه يفوتوا الخط
هنا خط كندوي عليه ماشي الميليو من الخط اللي حداه بوشون دابا الخط ديال لاكاس يا اربعه الكوار يفوتوا الخط يا ثلاثه يفوتوا الخط وحده تطيح يا جوج يفوتوا الخط وجوج يطيحوا يا وحده تفوت الخط ثلاثه يطيحوا يا اربعه يطيحوا ولا وحده فاتت لالين ديال لاكاس وطاحت كتحسب دو بوين دونك كتحسب دو بوين غيبقى خاصك دو بوين بوغ افوغ اون كاس ليغال شوت 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 تخي بيان جوي انس مطيع اللي كيطيح لا تخوا وكيخرج لا ويت او فون تحت البوش اي فوالا انس مطيع اللي كياخد لو سانكيام بوان ديالو في هاد لو ديفي هذا تخي بيان جوي انس سكور تولي 5-1 ديال انس مطيع سينك ان ديال انس مطيع ولا كاسف في السيتيام فريم تكون عند انس مطيع دونك تذكير الناس اللي الله التحقوا بينا الدراري باقا 53 دقيقة في هاد لو ديفي دونك اون فوا 53 دقيقة بيان سور لو سكور افيشي هو اللي كيأهل مولاه وكاو مثلا سالات في هاد لو سكور مثلا راه انس اللي غادي يدوز لو بروجان تور انس ولاكاس ديال ستون فري ان اي دو اون كاس ايليغال دونك ايليغال بريك واحد واحد في ايليغال بريك لحقاش هادي اون كاس انفاليد اون كاس ايليغال ما فاتوش اربعه الخط ديال لاكاس دونك الا قال بريك الدريم كتعاودش لاكاس دونك الا قال بريك كلوس اوف تيرن كدوز لا ما لادفيرسير في نفس الوقت كيتحسب لك الا قال بريك الا قال بريك علاش كنحسبوه باش نعاود نذكر الناس اللي ما سمعونيش قبيله ملي كنجمعوا ان توتال ديال اربعه ديال الا قال بريك اربعه ديال لي كاس انفاليد كتحسب فريم كونتر مول هاد الفعلة دونك هنا كيبدا داز النقص ديال الوقت 52 مينوت ثلاثة كاين الناس اخرين معاهم تخي بيان جو ناس لي كي كونفيرمي لي بلان الناس فيو كما خرجش مزيان هنايا
هنا يونس عليك ان لو ريغلومون كيقول لي ابري جوست 3 ايليغال بريك لو جوغ بير لا بارتي جوغ كنظن خويا انا كي خويا يونس كي كونفيرمي ليا صلاح ان في الريغلومون كاين 4 غادي ايليغال بريك ماشي 3 ما قدروش نتجاحدوا مع صلاح اخويا لحقاش دوز وقيته مهمه في الشينوا سي محمد وديس اخويا ديس ماشي النف شي جبارة بقى لي 4 عندك والله هاي مازال طالع عنده صعيب رشيد طيح لا ديرنيغ في ديالو غير هو لا نوار انا مازال صعيب لا نوار مازال صعيب مرحبا اخويا يونس السعدي تحياتي دونك لا نوار هنايا ما كطيحش فوق كطيح اون جون ديال انس مطيع في نفس الوقت ما كيخليش ليه اون بي فاسيل اون بوش انا اسمو طايح هنا عنده لو شوا ولا ما عندوش كاع لو شوا عنده باندا ميليو سينو ان سنوك ولا ان كو ديفونسيف ان كو ديفونسيف هنا عند اناس انا جكرو ديزا لانوار مي ما طايحاش لحقاش لانوار قريبه بزاف لابوند رشيد رشيد طونطا هاد لانوار غادي مي ما طيحهاش كيخلي انكو ديفيسيل لانس مطيح او شوت تري تري بيان جوي انس دونك انس هنايا الى ميتريزا لابي اللي حدا بوشون دابا اوفون avec un petit rétro la stop shot باش يبقى لا ديرنيير في ديالو في الميليو ريترو تري بيان جوي تري بيان جوي اناس درايفر مقيم عند اناس مطيع وكيبقى لا ديرنيير في ديالو ميليو ولا نوار بقى لي اوفون بيان سور الفوق اغوش اناس مطيع في طريق لو سيزيام بوان ابو اناس Anas et le sixième point réalisé score qui est le 100 le 1 de Anas Monté à la voie de 44 دقيقه 44 دقيقه من نهايه المقابله
ليفربول كي مولد يصف تشانس يقول خمسة تشانس إيش لازم أنا يفرق نشوف اخويا يونس هذا لو كومونتير ديالك نسلق نتابع هاد لاكاس اون كاز فاليد هنايا تري بيان اون كاز فاليد عند رشيد جبارة شكون الناس الدراري اللي قارين اولا عارفين لي ريغلمون ديال تشاينيز كوم سا باش تكون عندنا لافورماسيون كوريكت واش الليغال بريك واش ثلاثة كتوصل ثلاثة كتخسر فريم ولا كتوصل خصك توصل حتى اربعة اللي عنده لانفورماسيون اللي كان معنا مازال معنا كريم بن زاكور اللي عندك لانفو ولا شي واحد الدراري اللي حاضر معنا عنده لانفو لا خويا السي محمد الكرون ديال الماتش ما كيوقفش ملي كتسالي فري ياك التايم ديال الماتش كيوقف ملي كتسالي فري سوق وي خويا سيمون غادي نتاكد من هاد الانفو تا هي صراحه كنستافدو دابا من الدراري اللي حاضرين معانا كوم سا باش نعرف واش الوقت خصو يوقف ولا لا لو طون ديال ملي كتسير لا بارتي
دونك جواب على السؤال ديال السيمو حميدو اخويا تسولت بيان سور رئيس اللجنه المنظمه و بيان سور المدير العام اللي هو السي صلاح على الوقت. دونك نورمالمون دايرين ساعه و 45 دقيقه داخل فيها حتى الوقت ديال ما بين بارتي و بارتي ما بين فريم و فريم. هادي كيجبني نال ريغلومون يونس لو ريغلومون خويا قريتي نتا ما عرفتش لحقاش واقيلا هادشي اللي قال لي صلاح هو ان لو ريغلومون دارت ليه ميزاجور ما عرفتش واش عندك ميزاجور الاخرانيه ولا ميزاجور قديمه. دونك دابخي اللي قال صلاح انا ما نتحملش مسؤوليه صلاح الدين لفيف المدير العام هو اللي قال هادشي اخويا ان لو ريغلومون 4 ديال الليغال بريك ايغال فريم ماشي 3. دونك انا سمطيع هنايا توجور في لي بلان او فون لتحت اليمن ريترو سينو ضرب في لاباند ويخرج لا ديرنيغ بي او فون فوق اليمن هنا خصو يعاون بان افي كوم سي ايفيتي الميليو وفي نفس الوقت يخرج لا نوار ديالو ان اي دو او لا 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 تري بيان جو انس انس ديزو ما ديزاش هاد لا نوار وانا هنا كيقيس لا نوار سون فوت خيونس ها هو خويا صلاح غادي يجاوبك دابا على هذا البلان هذا كوم سا باش نحيدو اخويا الشك باليقين كيف ما كيقولوا. دونك هنايا ان كو انتيليجون من عند رشيد جبارة كيسد لي طخو على انس مطيع. وانس هو كيجاوبو بكو بكا منو تري بيان جوي حاول انه يطيح لي كورتو بلا نوار او ميم طون ميعطيش بوشون. انا رشيد حاول لعب انكو ديفونسيف مي كيخلي لا نوار ديزا وغادي يلعب جو كرو باند هنايا انس مطيع كيلعب باند انس في نص الوقت ما خلاش لا ديغنيغ بي غيل لرشيد جبارة سهلة ما خلاش لي سهلة انا سيعود يلعب انكو ديفونسيف دونك كيخلى ديزا انس
أناس هنا تري بيان جوي كيدخلوا على نوار فينيو باش يولي السكور في هاد الأداء 7-1 ديال أناس مطر. دونك أناس لي سيتيام بوان سبعة لواحد نافيان فريم ولاكاس عند أناس مطير يوم السعدي هذا التليفون ما فوت عند أنس مطيع الفيسبوك ديالك أناس مطيع توفنسك
فين دونك هنا أنس صعيب ما كانت سهلة ما كانت سهلة هنا البولا بول أوفون فوق الراسر جكخوا با بلي دايزة عند يلعبو باندا يلعبو باندا وكيدير فوت هاد الباندا صراحة خاي رشيد خص تمشي تشكا وتضرب خص تعطيها وقتها وتعبر بشوية عليك وتشوف قاش العبار ديال الويت ماشي هو ديال السنوكر ولا ماشي ديال الهايبول ديال التشاينيز مي سي تون طابل ديال الهايبول أنس مطيع 3 بي قالت لي راه 2 لا 3 لا بروفون الفوق اليمن تري بيان جوا أنس سيبقى لو بروبليم عند أنس لا نواغ لا نواغ صراحة ما كيبانش لي واش دايزة في الترو ديال اوفون فوق اليسر ولا لا سينو يضطر انه يخرج ليها او يحاول يجرها دابا مع فهاد لو كو هذا حيدا من تما دونك ديزا لا نواغ في الترو ديال اوف اون فوق واللي مسهل اكثر هو لي دو بي غي اللي بقاو في الترو يسهلو لون بوش ديال لا نواغ ديريكت لا كوريكسيون انس مضيع لا نواغ ديال لو ويتيام بوان très bien joué Anas le qui a le 8ème point ou baqa 25 دقيقة واش غادا تسالي الماتش يسالي بلي بوان ولا غادي يسالي بالوقت واش كخوا غادي يسالي بلي بوان دابخي لو نيفو باش لعب أنس و ليكار لي كاين حاليا 7 بوان ديكار دونك كنظن الماتش غادي يسالي بلي بوان illegal break donc illegal break هنا يا جوج لواحد طاحت وحده لا دازت ثلاثه وحده رجعت هذوك ثاني دونك اون كاز فاليد هنا كي كونفيرمي الرئيس والاربيتر فانتيج السي محمد بعماره très bien joué Anas 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 reprise donc on a qui sort Anas monte le milieu le fourani كلعب اوف كلعب اوف من كلعب بعيد كي غاطي انس ورشيد كيدخل لا طابل نعم
تلعب غدا رشيد طيح ميليو كيبقى لوفون الفوق افيك ان اونغل باش يخرج لابيل قريبه لافوند تخي بيان جوي اون سول بي او كي غاطيها كي غاطيها رشيد أنس مطيع عندو الميليو بالميليو هنا يقدر يخرج لوفون تحت أبوش كيف اضطرنا يبقى لوفون تخي بيان جوي هادي إيدي حسن نقصو يضرب دي بوند زيكزاك باش يخرج لا ديرنيير بي بلان ديالو في لاطاب لا ديرنيير بي افون لا نوار و انس مطيع كيبقى لا نوار ديالو ما سهلاش بزاف ميليو و سيفطا او فون كيصيفطا او فون و كضر في العظومة و ما كطيحش الاخر العظومة كرة الاخرى انا كو ديفونسيف من عند رشيد تخي بيان جوا رشيد دونك حاول انه يبعد ما امكن البوشون على لانوار الاناس مطيع و يبلاصي لابيغي ديالو انا هنايا اخر خروج قبل الاداء رشيد جبارك يخرج لادوار ديال 8-2 تخي بيان جوا رشيد 8-2 ديال أنس مطيع 11 فريم أنس مطيع تو بريك
جي كورة خط رجعت كورة أخرى كنت تحسبش أناس مطع كي غاطي هنا فكنا أناس نقدر نقول عليه أنه زربان باش يربح كي حال أنه يربح من غير الوقت يربح بالنتيجة خايف يصل شرح لي أنت كتكون إليغال بريك نيما كيف كنشوش ربعة ديال الكواري دونك الى كبرك اربعه ديال لي بون دونك اربعه ديال الكواري ما كيفوتوش الخط ديال لاكاس تما الى كبرك خص ضروري باش تكون اون كاس فاليد ولا اون كاس ليغال اربعه ديال لي بي يفوتوا الخط اولا ثلاثه يفوتوا الخط وحده طيح اولا جوج يفوتوا الخط وجوج يطيحوا اولا ثلاثه يطيحوا وحده تفوت الخط اولا اربعه يطيحوا هذا فين كتسمى اون كاس ليغال وما كتحسبش ليغال بريك فهمتيني خويا فيصل ما فهمتينيش نعاود ما عنديش المشكل دونك بقات لنا 15 دقيقه مرحبا اخويا فيصل بالبليزير حبيبي دونك انا رشيد جبارك الساعل بالغالونج وكي غاطي كي غاطي رشيد هنا انا مطيع جوج ديال الليبي الكل هو اللي صعيب كي غاطي هنا أناس أناس خصو حد يحيد الزربة وحيد لو ستخيط لحقاش كيف قلنا زربان باش يربح ميم سي نقدر نقولو أن أناس واحد 95% راه ربح لو ماتش مي مخصوش يستريسي راسو تخي بيان جماعة أناس très bien joué Anas la dernière bi ray et Anas monte au fond fort oh qui خرج la noire de le frame la noire du défi ولا نوار ديال لو بروشان تور لي هو لا 16 وغادي نقولوا بحال لا نوار فيليستاسيون انس مطيع اللي كيتمكن انه يربح هذا لو ماتش هذا بتسعود لجوج
اي بيان دوماج هارد لاك رشيد جبار. دونك شكرا لكاع الناس اللي كانوا حاضرين معنا كتفرج معنا في هذا الماتش. نتلاقاو ان شاء الله مع 8:30 في لا بروشين سيسيون. كان معكم حمزه قابوس التعليق. شكرا لكم بزاف وتبارك الله عليكم.